بون غادي نسمعكم هذا ونجاوب عليه، باسكو على بالي بلي راه يجي يسمعنا. غادي نسمع. لا تستبدلهم. علمت؟ احضر. من اين؟ من الجزائر؟ من ولاية سطيف. سطيف الحاج لعبونا برقونا. تحياتنا الدكتور. طول لي في عمرك، امرني. سؤالي دكتور، كثرة البثوث في التيك توك على الالحاد، لعبونا برقونا. الله يعينكم. ايه صح كلامك صح. لعبونا برقونا من المتابعين، هذا الشيخ شيخ هذا تلقاه يكذب. دخلنا على الحقيقة يا إمام. هذا الـ هذا الـ هذا شوف، لما تلقاو شخص كيما هذا يكذب، كيفاش واحد شخص عادي جدا ما يطلعش؟ وي دوك نخليه نكملوا، دوك نعطيكم دوك سمعوا الإجابة تاعو واش يقول لكم. كتصرف والله العظيم كمسلم سابق، وعندي أهلي وأحبابي وأصدقائي مسلمين، غير نخجل لو الإنسان. وهذا ينادوه دكتور، سي أن دكتور، مانيش عارف واش من دكتور. ريغاردي إيكوتي لا ريبونس، اسمعوا شرح مبسط للحديث دخول الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة في 9 سنوات. نعم. ويهاجمون ويقولون دينكم محلل للفتيات الصغيرات. نعم. شوف، أول حاجة هي مسألة سن عائشة مختلف فيه، منهم من قال 18 سنة ومنهم من قال بين أبين. بون اسمعوا مليحة، هذا شيخ هو من أهل، يدعي أنه من أهل السنة والجماعة، أنه من السلف الصالح. شوفوا المنهجية نتاعو، أول شيء في المنهجية، لو كان حوار وكان مجال وكان شخص من الأخرى نتاعو، يقول له كيف يا شيخ كاين رأيين، من هما هذا الرأيين؟ تقدر تفهم لنا الرأيين؟ رأيين، لأنه كاين رأي القرآنيين المؤولين الكذابين، وكاين رأي أهل السنة والجماعة، وعندهم الحق يكذبوا، وكاين سنة لي كورانيست سنيست. أهل السنة والجماعة اللي هما 80% واللي الدولة اللي عايش فيها اللي تتبنى هذا المذهب، تقول بأن عائشة تزوجها الرسول 6 سنين ودخل عليها 9 سنين. قرآنيين يقول لك هذو نرموه للزبل. كيما ماشي غير هذه، لو كان غير مو السنة وكلش، كي يوصلوا للقرآن يقول لك الضر ماشي الضر، قطع اليد ماشي قطع، ملك اليمين ماشي ملك اليمين. هذا الكلام هذا، شوفوا هذه الأولى البداية نتاعو خطأ. منهجية صفر. كيفاش أنت تعتمد على حديث وتخلي الحديث، ما هو معيارك؟ معياره بيان سير هو الحاجة اللي تعجبني أنا نديها، اللي أنا الحاجة اللي تعجبني نديها، اللي ما تعجبنيش نرميها للزبل. يعني بحسب راسك، الدين تاع يعني الله خالق الكون، خالق هذه المجرات وكلش، تجي نتايا أنت هو اللي تصحح لربي كلام، تقول لربي نو 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 ماشي هذه الهضرة يا ربي، علاه علاه كتبت واضربوهن يا ربي، علاه يا ربي لا تقول هكا واضربوهن، حشمتنا يا ربي، أنا غادي نفع معليش، أنا غادي نعاونك ربي، ريح في العرش تاعك أنا غادي نعاون. سي سا، هذا هو القرآني. تعرف واش يقول لك هذا السيد هذا؟ يقول ربي يقول له هذه ريح في العرش، ما كاش مشكل، انا غادي نفهمهم، هذو ما يفهموش، انا غادي على بالكم الضرب. نو ماشي الضرب، لا لا، ومح والبوس وغي هكا، ماشي السواك، دير السواك وتغسل لها هكا سنيها مرتك، هذا واش راه يقول ربي؟ تبوسها، ولا الضرب هو النكاح، يعني تنكحها مزيان، يعني بعد ما تهجرها وتتوحشها تنكحها مزيان، كما قالت واحد المصريه، هذه سمعتها مرأة مصريه قالت هذا الكلام. دكتوره هذه تاع الاسلام قالت لك هو الضرب هنايا كي بعد هذه الايام يعاود يولي لها ينكح مزيان باش ما تجيش تنشز. هذا هو الشرح نتاعهم المؤولين كيما هكا. يا ربي خليك، انا نلقى لك حل، ما كاش مشكل، هذا القاطيع هذو ندير لهم باع تبع. سي سا نفس الشيء راه يدير لكم هكا المنهجيه تاعو. كيفاش درت المنهجيه؟ كي يقول لك انا غدوه من هو ابو لهب، ولا نجيب لك ايه قرانيه ونقول لك من هذه، تقول لي لا نعم لقد كان أبو لهب عم الرسول، وكان هناك يشكك فيه، وكان ضد. تقدر تجيب لي هذه من القرآن؟ لا، يجب علينا الاعتماد على السنة. بصح أنا تفهمنا بلي هاد السنة مشي مليحة، البخاري هذا مشي مليح، ولا هنا كان مليح، باسكو هذه ما تعارضش القيم تاع اليوم، ما تحشمكش هذه، فهمت؟ يعني هذا الكلام هذا ما يحشمكش، اوكي هذا الناس عملوه، بصح هذا الكلام الاخر هذاك نو اللي داروا الرسول. 9 سنوات. انا ساسالك سؤال، جدتك في اي متى، لما متى تزوجت وهي في اي عام؟ 11. بيان سير متابعي الكرام، احبابي الكرام، قوم
أولئك الذين آمنوا واتبعوا ميهوب إلى جهنم وهم فيها مخلدون وسيأتيهم الغلمان واحد تلو الآخر. بها سير على بالكم نظريات جدتي، راكم تعرفوها هذه تاع جدتي وجدتي. يا أستاذ وسيم يا دكتور، عيب وعار عليك اسم دكتور. يا أستاذ يا دكتور، عيب عليك وحشوم عليك أنك تستعمل كلمة جداتي، لأنه جداتي صحيح كما الجدات الأخرين تزوجوا صغار، لأنهم ما كانش عندهم المعرفة اللي راهي عندنا اليوم يا أستاذ. نعم، وجدتي لم يأتيها جبريل، ما جاش عليها الوحي، ما جاهاش جبريل اللي كان طالع هابط كيبغى الرسول عجبته غير زينب، بغي يطلع عليها هكا زوجة تاع ولده، طلع عليها غير من الباب شافها يعني عجبته ولا عجبته كواعبة أطرابة، وخبها الرسول. حشم الرسول كان يحشم وربي ما يحشمش، قال له ربي شحال من خطرة يقولها الله الرسول. كاين في آيتين وثلاثة اللي ربي يقول لك في القرآن، يقول له أنت تحشم بصح أنا ما نحشمش. قال له كيفاش هادو؟ قال له تخاف من الناس وأنا ما تخافش مني، تخبي عليا. قال له أنا مارق على بالي بلي عجبتك، ما كانش مشكل. قال له أنا دوك أنا كما يقول أنا نفري لك القضية، وهذه هي ماشي راني نكذب، هذه في القرآن. قال له أنا هذه في الآية كي تقراوها، لما قضى زيد منها وطرا، ومن بعد هذيك تاع زعما تاع هو تبنى الاخرين تاعو اللي هي رائعه يفتخر بها، يقول له لقد هذيك زعما انعمت عليه وانا نعمت عليك. نعمت عليه، كنت مربي ولد، واش نعمت عليه يا دين ربي؟ حاجه نورمال انك ولد تكرمه، كنت متبنيه وكل حاجه مليحه، نعمت عليه ومن بعد نكحت له ديت له مرته له، ومن بعدها حرمت التبني. نفس الشيء هذه تاع جداتي، يعني نظرية جدات، يعني كلام فارغ يا دكتور. والله عيب على بالي بلاك تسمع فينا، وعلى بالي بلي راهم يرسلوا لك بزاف جزائريين ومغاربة وتوانسة مسلمين يرسلوك، عيب عليك يا دكتور. فهمت؟ عيب عليك يا دكتور، والله لا عيب. هذا النظرية تاع جداتي صدقني، طلعوا عندي الآلاف والمؤلفة من الناس ما يستعملوش هذه الكلمة هذه، لأنها عيب وعار. جداتي نعم كانوا يتزوجوا صغار، لماذا؟ لأن كانوا جاهلين، ما كانش عندهم العلم والمعرفة. كلام الله صالح لكل مكان وزمان، عنا أدلة. حتى ولو نضع السنة بجانب، في القرآن جبريل كان صاعد ونازل في السماء، وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، وتسأل عائشة تقول لرسول الله يا حبيبي يا رسول الله كيف لشريفة أن تمد نفسها تعطي الروح الرسول باش ننننن، فتأتيه جبريل المرة أخرى ويقول له تأوي من تشاء، يعني انت تدير كراعك تحوي من تشاء وتأوي من تشاء. فتقول له عائشة مرة، يا دكتور تقول له عائشة، تقول له إني أرى ربك لا يسارع في هواك، ربك رايد لك في قسطك بالجزيرين. قولها يا دكتور، عيب أنك تستعمل هذه الحجة تاع جدتي. إذا أنت تخجل بدينك، وأنا نعرف أعلم صعوبة، لأنه أنت الآن في مركز، أنت ملك، أنت اليوم ملك، يعني أنت غدا تعلن خروجك من الإسلام اللي أنت هو تعرف إنها خرافة، وأنت تعرف بأنه هذه إيديولوجية يعني تاع أطفال الصغار وكلش، أنت يعني متأكد مقتنع، لأنه إنسانيتك يا دكتور راهي واضحة، واضحة إنسانيتك وضوح العيان، أنت إنسان إنساني، ما تتقبلش بنت صغيرة تتزوج. كيف لقدوة يعني وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني وهو قدوة للعالمين، كان يأتيه جبريل في كل صغيرة وكبيرة، حتى لما كان يطعم الناس ويطعم الناس كان يأتيه جبريل ويقول للناس حشموا على رواحكم وخلوا الرسول، خلوا الرسول يقصر يعني يبقى مع زوجته. كيف لم يأتيه جبريل؟ متى تزوجت؟ لما يأتيه جبريل يا دكتور، عيب عليك وعار. رغم إني أتفهم الحالة، لأنك أنت اليوم ملك بالملايين متابعين، غدوة تخرج من الإسلام ستبقى وحدك، أنا متأكد ستبقى في عزلة، يمكن تغادر بلدك، تطلب اللجوء، لازم لك حماية، كل يعني تفقد كل أصدقاء. أعلم حالة الشيوخ المزرية، قضية صعب يعني قضية قيم. ولكن واللات والعزى يا أستاذ دكتور وسيم، أنا القيم عندي والمبادئ تأتي قبل كل شيء، رغم كل التهديدات والتخويفات والسب والشتم تأتي قبل كل شيء. شكرا، نزيد نكمل. في أي عام؟ 11 سنة. الجيل كلما تقادم أو كلما تقدم عفوا يختلف عمن تقادم، يعني بمعنى أنا جدتي تزوجت 10 سنوات ترى،
جدتي انا تزوجت 10 سنوات وجدي كان 12 سنه عفوا 14 سنه. فالجيل القديم ليس كالجيل الان، والجيل الذي سياتي ليس كجيلنا، والجيل الذي بعد نعم. وهذه اكبر مصيبه قلتها يا دكتور. صحيح في الدين اتفهم انك تراوغ للدفاع عن الدين وانك عندك ايديولوجيا، اتفهمك والله. المصيبه انه هذه يا دكتور لا يقولها شخص دخل المدرسه ابدا. صدقني هذه المعلومه اللي هي يعني من البديهيات انه البشر يعني، وانت زرت، انا سمعتك انت زرت دول عديده وزرت متاحف، رحت لمصر، رحت لمصر يا لهوي، رحت المتاحف وشفت كيفاش يقولوا الاجساد نتاع الفراعنه، كيفاش يقولوا يسموهم راحت لي الكلمه، يعني شفتها بعينك، يعني انهم يتراوحوا بين 167 163 المومياء. شفت المومياء اللي موجوده في باريس، موجوده في السودان، في مصر، موجوده عندكم حتى في الخليج، كاين حتى في العراق وفي الدول تاعهم، والقبور وادله قاطعه. يعني عندنا ادله اركيولوجيه يا دكتور، العلم يا دكتور، اسمك دكتور. هذه اكبر مصيبه درتها، وراح تندم على هذه الكلام، راح حتى المسلمين يستعملوا. كيف لدكتور دارس انك تاتي بهذا الجهل؟ وحنا عندنا علم يقول لك ما كاش فرق كبير، بل العكس، اذا كاين فرق هو لصالح البشر تاع اليوم، بسبب طبيعه الحال، بسبب الرفاهيه اللي رانا موجود فيها، بسبب الطب والعلم واللقاء. حتى في ما يخص الافريج يعني معدل متوسط على العيش، الان تلقاه في الدول الاسكندنافيه 92 سنه المراه تعيش، هذه عندها 50 سنه ما كانتش هكا يا دكتور، وهذا بسبب التطور اللي وقعنا له. انت ضد العلم، وصدقني ضد حتى العلم تاع الشيوخ نتاعك. هذه كلام مصيبه يا دكتور، هذه اكبر مصيبه قلتها. كانت عندهم بنية وكان جسدهم يتقبل، وكان الوعي أنذاك البنت تولد تربى كيف تكون زوجة، عكس هذه الأيام. هذه الأيام عندنا مراحل دراسية وتعليم ابتدائي وثانوي وجامعي، والبنت تتربى الآن كطفلة حتى بلوغ 18 من سنها. سابقا كانت البنت 7 سنوات تذهب للحصيد، تحصد وتبيع تجارة وإلى نهاية وتذهب برعي الغنم، فكانت بنيتها تختلف. فأنت لما تأتيني بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هنا يعني يتكلم على قضيتين. نعم كانوا يزوجوا بنات صغار لانهم كان عندهم جهل، كان عندهم جهل ويخليك تخاف، كانت هروب. كما تكلمنا على القضيه اللي استعملوا انه فيه كان فيه جنود صغار، يعني اطفال يقودوا جيوش، نعم 16 سنه 17 سنه. وهذا ماهوش مختصر على قديم الزمن، هذا عنده علاقه بالجهل، بالفقر، بالتخلف. لانه الان عندنا ادله في اليونيسيف جوبونس نتاع منظمه ولا هيئه دوليه اللي تعمل ضد تجنيد الاطفال اليوم في 2024. ونعرفوا احنا المجازر اللي وقعت بين الهيتو والتوتسي باريزومبل في رواندا وفي الاخرين، نعرفوا في الكونغو، في افغانستان، في الصومال، في يعني في كل شيء، يعني في هذه الدول هذو. وفي الصومال مثلا وين كانوا اطفال حتى 12 سنه كانوا يجون حاملين سلاح يقتلوا، يعني مسكين ما كانش يقدر يحمل السلاح، كانوا يعلموهم يحملوا السلاح. هذه عندها علاقه بالتخلف، بالجهل، ما عندهاش علاقه. وعائشه يتكلم على عائشه هنا ويخلط الامور. عائشه كانت بنت ابو بكر، يعني الانسان اللي كان عنده مال، كان عنده جاه، كان عنده الخن تاعو. يعني المراه اللي راهي يحط لهم في الصوره نتاعها ما كانتش هذه المراه، المراه كانت ملكه. راهي حتى عندهم هما خديجه، نتكلم على خديجه، راح نتكلم على سوده اللي تزوجها الرسول. يا دكتور يا دكتور يا دكتور، ابحث عن قصه سوده، لماذا تزوجها الرسول؟ كانت 60 سنه من اجل الجاه. يعني المراه ما كانتش كما تتصورها انت ولا تريد تتصورها انت. مصيبة. تزوج بنت 9 سنوات قبل 1400 سنة، سأقول لك قبل ذلك كانوا يتزوجوا بأقل. ولماذا هم يستهدفون الدين الإسلامي؟ سمعوا وش يقول، يعني مصيبة هذه أكثر. قال له يعني في الرسول في 1400 سنة صافي يدير كل عام ينقص، دروك 18 عندها 40 سنة كانوا 17 16 وصلنا الرسول 9 سنين، يعني كي نوصلوا لأبو داوود لدافيد ولا سليمان ولا كان يتزوجوا 6 سنين، يدخل عليها 6 سنين باسكو الرسول دخل عليها 9 سنين. 1000 سنة قبل الرسول كان يدخل عليها 5 سنين، 2000 سنة كان يدخل عليها عام، و 4000 سنة كان يدخل عليها في كرشي امها، و 6000 سنة كان يدخل عليها قبل ما في النطفة. كان هكا كي تخرج هكا من من كما يقولوا من الانبوب، ما كانش البويضة لانه في الاسلام لا توجد، من الانبوب هذيك النطفة ينكحها. اذا تبعنا هذا الدكتور يشرح لكم، راكم تسمعوا، راه قال لكم كل خطره ينقصوا،
يعني كان ينكح النطفة، يقول لها أنت سأتزوجك لأني الآن نجي واحد الوقت باش تكبري، يعني لا منطق لا علم لا، يعني يا دكتور إني أحبك في الله ولكن روج روج. لا مثلا ألا تجد معي أن جل الملاحدة في التيك توك ما عندهم إلا الإسلام، زين إذا أقول المسيحية جادلوا المسيحيين، إذا أقول اليهود جادلوا اليهود، لماذا تستهدفون الإسلام ولماذا تستهدفون العامة وللعلم؟ هو يعلم يعلم جدا جدا إنه هذا الكلام كذلك، يعني الكلام هذا فارغ ما عنده حتى حقيقة. إخواني أخواتي، أنا كنت جمعية كانت في الخليل نتاع جنود إسرائيليين كانوا ينتقدوا الديانة نتاعهم للإكس آي دي إف. كاين في إسرائيل في تل أبيب كاين جمعيات ينتقدوا اليهودية، ملحدين ولا لا دينيين خرجوا من اليهودية. المسيحيين ما نتكلموش عليهم، يعني راهي معروف واش داروا في التاريخ نتاعهم، ماشي غير ينتقدوا المسيحية، راهم بهدلوها حطوها تحت رجليهم. حتى ولا المسيحي كي يخرج للشارع ما يهدرش يقول جيزيس قال ولا جي جي ولا يهفا قال، ولا انه لو يقول راحين يخرو عليه، راحين يقولوا له جيزيس كان يتمسى في الجبل مع 12 راجل كل ليله مع راجل، ما يهدرش على الدين تاعو يخاف، ما يهدرش على المسيحي ولا يخبي، ما يهدرش على الدين تاعو. اليوم 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 عندنا مسيحيين يحلوا يدلوا يهضروا على الديانه تاعهم، عندنا صحف، عندنا مجلات، تلفزيونات رسمية تتكلم على الديانة تاعها. وين راه عايش هذا؟ وين راه عايش؟ حتى احنا المسلمين ما نتكلموش على هذه، لأنه هذه الديانة ما هيش دين الدولة عندنا. ولكن هل المانع مثلا إن يجي عندي واحد مثلا يدافع على الديانة تاعه مسيحية ولا يهودية؟ ما نتكلمش. دليل عندي في اليوتيوب تاعي، ادخل راني كاتبها جيدايزم، نقاش معايا مع على اليهودية، نقاش على المسيحية، كي جاو هنا نعم رانا تكلمنا معاهم، راهو الناس كانوا مسيحيين، بنت كانت مسيحيه مع جاك خرجت من المسيحيه بعد ما داروا دابا كانت كاثوليك خرجت من المسيحيه، يعني كلام فارغ ما عنده حتى علاقه. والمسيحيه كي تتكلم عليها ولا ما تكلمش عليها في اوروبا راح يضحكوا عليك، ما كان حتى رده فعل، ما هوش نفس الشيء مع الاسلام. والملاحده يا استاذ انا لست ملحد، وانا كي يخرج واحد من الاسلام انا افضل انه يكون لدين على ملحد بكل بساطه. طبيعه الحال انا اذا كان عنده خيار يكون بين سلفي يتبع الاسلام السني. اي 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 وش هاد الهضره؟ لا استطيع ان اسكت يا ايها الخير الملحد. يعني بكل بساطه، ولكن انا الملحدين يعني تعرف يا دكتور هذا كلام غير صحيح يا دكتور. يعني احنا ما نتكلموش على البشر، نتكلموش على الملحدين ولا المسلمين. انا نتمنى انك تعمل جوله في اللايفات وتشوف من الذي يكذب، ما تروح تبحث عن قصد او عن غير قصد، تبحث في كلامك استاذ دكتور فقط، كلامك اللي قلته الان وكلامي اللي قلته انا، وتروح تبحث في المصادر. كم من حديث صحيح تقول فيه عائشه تزوجني النبي وانا بنت 9 ودخل بي وانا بنت 11، وهذه كلمات 18 هي متاع مؤولين قرانيين ليس لها علاقه بالدين الاسلامي، يعني فيما يخص اهل السنه والجماعه ولا الاغلبيه. كلام انه قبل يعني الاجسام تاعهم علميا، هذا الكلام خطا يا استاذ، يعني كلام خطا هذا، يعني من يكذب يا دكتور؟ جادل المسيحيين، إذا أقول لليهود جادوا اليهود، لماذا تستهدفون الإسلام ولماذا تستهدفون العامة وللعلم؟ خذها قاعدة، لا يوجد ملحد صادق. قبل مدة خرج معي ملحد يكذب وأنا أمامه أقول أنت تكذب، هذا الحديث كذا وهذا الآية كذا، يقول لا ما أعرف سورة التوبة نزلت في كذا ولغت، قلت له متى نزلت؟ ما يعرف. فهم نعم نعم أنا نوافقك في هذه، الملحدين كذابين ونعلث الله عليهم وربي يدخلهم في لغتهم. طبيعة الحال هذه هي اللي يهضر لكم عليها جاك، السيارة الخضراء واللي يهضر لكم عليها كي هو يهضر له على الزواج الأخرى تاعه، ويقول له نعم يقدر يكون ملحد، تسأله يقول له ماذا نزل وقتاش نزل الصورة هو ما يعرفش، ولكن هل هذا يمنع انه عنده معلومة على انه النبي خير خلق تزوج عائشة وهي بنت 6 ودخل عليها 6 سنين؟ هل هذا يمنع انه هذا الملحد نفس الملحد يعلم انه هناك آية قرآنية في سورة الطلاق؟ هل هذا الملحد يعلم ان هناك اجماع عند المذاهب الاربعة وهناك اجماع عند علماء الامة؟ هل يمنع انه هذا الملحد يعلم ان ملك اليمين والعبودية وقطع اليد وقتل المرتد موجود في الدين الاسلامي؟ كلامك ما عنده حتى القرآن. نعم يمكن أنت تعلم هذه متى نزلت سورة التوبة، ولكن اليوم لماذا أنا؟ أعطيني فقط 30 ثانية
نجيب لك متى نزل كيما الان سوره القمر، او طلع عنا اخ مسلم كذب علينا قالنا سوره القمر نزلت 5 سنوات بعد الهجره، دخلنا بحثنا لقيناها العكس 5 سنوات قبل الهجره يا دكتور. ماهوش مضطر انه يحفظ هذه الاشياء. اذا كان كذب وعملها هذه قصدا، نعم هو كذاب. نعم اذا كان عملها قصدا لتبرير فقط وعملها عن قصد، نعم هو كذاب. ولكن هذه المعلومه ماهوش مضطر الملحد انه يعرفها ولا يتقنها، ما عندها حتى علاقه بالتاويلات نتاعكم وبالخرطين نتاعكم. الذابين هم يشعرونك ان عندهم المعلومه، لكن لو سالتهم ستجد انهم خواء. فلهذا السبب دائما اذا من اعترض عليك في حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم، جدتك متى تزوجت؟ جدتك انت متى تزوجت؟ سيقول لك تزوجت 10 وحدات. لماذا؟ وهي قبل 50 سنة. قبل 50 سنة. فلماذا انت لم تعترض على جدك وقلت انه مختص بالطفلات؟ صح ولا لا؟ لماذا لم يعترض على جدته؟ على جدي وقال جدي مختصب. لكن هم يستهدفون محمد صلى الله عليه وسلم، يستهدفون ديننا. ولا غرابة انتشار الملحدين، لأنه لا يوجد ماذا أقول لك، لأنه للأسف التيارات الإسلامية بنت فجوة كبيرة في الجيل، ولا أستثني أي تيار ديني. التيارات الإسلامية بنت فجوة، يعني مثلا تجد الإخوان المسلمين يتنازلون في سبيل السياسة، السلفيون يتحجرون في سبيل الثبات. علم؟ بينشر انا راي يهضر على الاختلافات، ماشي مشكلتي هذه الاختلافات. نعم هي اختلافات بين الاشخاص في القراءه في الاستقراء، ولكن هذا الشيء هذا يعني هذا الكلام هذا ما عنده حتى علاقه. اختلافات الاخرى نتاع احنا نتكلموا عن النص. هذا الناس هذو هذا الاشخاص اللي تكلم عليهم، خاصه هذه الجماعتين، هالجماعتين لا يختلفون فيما يخص زواج الاطفال في الاسلام، سواء كان في القران او في السنه يا شيخ. التهرب، اسأل جدتك. نعم سأسأل جدتي، هل كان يأتيك جبريل يا جدتي؟ ألو جدتي في القبر. لا يا ولدي ما عنديش يا ولد ولدي ولا يا ولد بنتي، جبريل لم يأتيني قط ولم يقل لي شيء. جبريل ما جانيش بالوحي ولم يدعي أنه خير خلق. أنا لم أدعي، جدتي لم تدعي هذا الشيء. يعطيكم العافية، شكرا. ان شاء الله سمعتوا ان شاء الله سمعوا كلمه الاخيره. فهذا الامر، وجود هذا الامر، هذه الفجوه ما بين تنازل وما بين تحجر، ادى وجود فجوه كبيره دخل منها الملحدين. ديننا مرن، بمعنى لما انا اجاد الملحد انا انزله لساحتي، انا لا انزل لساحتي، لانه لا يوجد قاعده مشتركه بيني وبينها. دائما لما اجاد الملحدين اقول لا يوجد قاعده مشتركه، بمعنى انت لا تؤمن بقراني فلن احكمك للقران، انت لا تؤمن بسنتي. نعم يعني هو راه يريد فقط استعمال الاستدلال الدائري بطبيعه الحال، لانه بدون استدلال دائري وبدون مغالطات منطقيه، هذا واش راه يقول لكم؟ باش نقول لكم يعني الناس اللي نرفعوا شويه المستوى، هنا راه يهضر لكم بكل بساطه. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه. نعم وفاء ان شاء الله بربي، ان شاء الله بربي رمضان. اختي انا ربي غلط في البلاد اللي عايش فيها، ربي قال يعني صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وقال لك الخيط الابيض من الخيط الاسود. للاسف انا لا يخصني هذا الامر، لانه في البلاد اللي عايش فيها ما فيهاش الخيط الابيض وما فيهاش الخيط الاسود، لان الله كان انسان زاد في الصحراء. لا 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 لا، فيها خيط الابيض والخيط الاسود، بصح لو كان تبع كلامه تموت. وي فيها بيزر، بصح لو كان نتبع كما قال لك كلامه نموت، ما لازم لي نقارع شهر رمضان وانا صايم، ما نشرب ما ناكل ما والو، ما ننكح ما والو، نبقى غير حال فمي هكا شهر وعلى بالك بلي تموتي. هذا الانسان الجاهل تاع القرن السابع، ما كانش على باله، كان يظن بانه هذاك المكان هو مصدر العالم، ولا يوجد بحيواناته بالانس تاعو بالفضاء تاعو بالغروب تاع الشمس كلش. يا مدام يا عزيزتي، هذا الكلام هذا كتشوف راه يقول لهم بكل بساطه، الخوف والرعب اصاب شيوخ الدين ومتابعيهم. يعني هذا الروح هذا والخوف اصاب. وقيل انسول سوليسيون، بدل ديريكت لو فونتيلاتور تاعك، ما تحوش تفهم لا يلو رفر واتي با سوفيزون. عندي واتر عندك برك سافا دير يبرد بالماء. وي اي مال شو واش من عنده واش اي سا بروبليم اوفيسيال سا بروبليم لو ريفورديسمون بروسيسورين كي سافا. اوكي ميرسي بوكو، انا باش ما نطولوش على ميهو باسكو اللايف تاعو الى با في بور سا. ميرسي بوكو، على بالي على بالي. اه يا دوري بون كوراج لك. صحيح انا قلت بالك جاي هضر مع عائشه. لا نو ميهو، بالك يا اخي صرا لي بروبليم مع البيسي تاعي.
بون شكون يحب يطلع؟ قال لي ما درت حاله جاك، قال لي ماني اني انفورم، راني راني لحق لي ميساج مي ما فهمتوش، قالوا لي مي هو باليوم دار حاله اون فرونسي. وي واش درت مي هو؟ العاني بعدا عاد 3 ايام حسنا انا جوجل وتروح لها. كان واحد كيسموه هذاك اللي كان حلم فرنسي، كان تما كاسيوس كان كريم بون راحوا من بعدهم، كانت امينه يبي دي فرونسي زيقلو ثاني كان تماك، وبيان سور المسلمين اللي طلعوا يبقاو يهضروا على لا تيغ، يبقاو يهضروا بزاف صوالح. اي قلت لي قلت حسيت اني اون فورم باسكو صافي لون طو جاك صافي دي موا ما مانيش ندخل تيك توك كاع في الصباح. قلت فريمون اليوم غادي ندخل على ربا، كنت ما نكذبش عليك بصح شا سبوني شا طلعوا ان انتي هذاك خطر يطلع فانتوم خطر يطلع هادي عندي دي بروف غنديرو غنا هكذا قلت مازالو يا ويهو يا ويهو تني بالضحك انا وي كريم هضر مع كريم، كريم انت مش على 5 ملاير اللي تيشي زيكلو قال لا ميم شوز، قالوا زيكلو جيب له حبلك. وانا كيشوفهم يتقلقوا ويبقاو يسبوا كلش عرف بلي توشيتهم. قلت لهم وانا جلو كوني با هذاك السيده اللي كان داير لايف، قلت لهم بلا ربي غير نهضر على عائشه ونهضر على اخلاق تاع النبي، نهضر على كيفاش كيفاش كان يغسل كيفاش كان ديكولاس على الاخرين تاعي. على بالك شا كانوا يسبوا، كانت فريمون فريمون شو جاك يبي بوكو دو مون. ريزمون خلاني نهضر هذاك اللي كان حال لايف جو كوني با، مي راني نقول لك كانوا سخون تاع الصح اليوم. نسيتي بيان صافي لونطو ما كنتش اون فورم كيما اليوم. الوغ طلعت وحده يسموها ام كلثوم، جو سي با ام كلثوم او لا سنو اون بارل دو سولي ومانيش عارف انا اون بارل دو نعرفها نعرفها هذيك 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 ما شاح تطول مي بابا فري ما شاح تطول. قلت لها نو، قلت لها كومي هو بيدخل، قلت لها سي عائشه، قلت لها سي لو بروفيت والنصوص، ما كان لا الارض لا ابن تيميه لا الاخرى نتاعو، قلت لها جمون فو الارض هذه الارض هذه وين ربك ولا الرسول ولا الاولين اللي تجيبي لي دليل 200 عام الاولين ولا 300 عام ولا 500 عام الاولين اللي قالوا فيها اللي واحد فيهم قال الارض مكوره، يا جيبي لي علاه قارعوا حتى ابن الجوزيه ابن القيم 1200 1300 وين كان العلم منتشر وين كانوا يعرفوا هادشي اللي قرا كانوا يعرفوا هادشي باش بداو يفهموا. حتى كان عندهم بيان سير كانوا ديجا توسعوا يعرفوا الحضارات الاخرين بوفي با دير كو لا تيغ بيان سير. وشنو هما لي زارغيمو اللي استعملوه؟ استعملوا الخسوف والكسوف هكذاك هكذاك وابن باز وقال لهم الارض مسطحه وليقوا الارض ماشي مسطحه ملحد يجب كيفاش قتلوا مرتد يديروا له عقاب عقاب ولا راح لي راح لي كلمه وي وي لازم عاقبوه حد الرده فيه يعاقب يعاقب فوالا يقول الارض وي ولا واحد يقول لك الشمس تدور على الارض والاخرين تاعهم هذا واسمه الشيخ صالح الفوزان يا جاك كما يقولوا صلي على النبي لو كان فريمون الرسول كفوق حمار وطار بخ. انا كي جيت هنايا كي جيت لهذه البلاد هذه لي برومي شوز باسكو هذاك الوقت ما كانش الانترنت ما كانش بزاف صوالح، الحاجه الاولى اللي بيان سور اللي فريمون لفتت انتباهي واللي تقاسمتها مع الجزائريين هما هذيك ميدنايت سان باسكو حاجه اكسترا اوردينير كي تعيشها نتايا ولا هذيك الاضواء الليليه الاورورا هذيك لايت ولا كيفاش يسموها ولا والسمش 24 ساعه في السماء. هاد صوالح تقسمتهم مع لي زاجيريا باللي اسكو فو سافي سا دي جون كلش وكانوا دي بروفيسور لغه تاع جاك انت الرسول كي كفوق حمر ويطلع للسماء وتبانوا الارض ما يقول لهمش باللي انا كي طلعت كيفاش بانت لي الارض كيفاش يحكي لهم على الفرج تاع زينب وتاع الاخرى وتاع هذه وتاع هذه وكلهم ويحكي لهم كيفاش الحيض كيفاش تغسل وكيفاش تدخل على النساء وكيفاش تدير وتعمل مش حال تنكح من مراه وانكحوا ما طاب لكم من البطيخ والدلاع بصح ما تحكي لهمش تقول لهم طلعت الفوق قول لهم على بالكم وين هذاك الوقت ما كانش على بالهم بلي الارض كرويه ما
ما تقول لهمش باللي على بالك ما انا كي طلعت في سوق الحمار، انا والحمار تاعي نخلعنا باسكو شقينا بلي الارض كرويه، ولا طلع في الظلمه وداك يكتب لي واحد يقول لي طلع في الظلمه لا بالك طلع اوكي ما هذه ما خممت لهاش وي يعني حاجه بسيطه جدا جدا يعني لا خدمنا لا لوجيك. واحد كي يطلع فوق السماء يطلع للسماء السابع بالاخرى تاعو، الحاجه الاولى اللي تبان له هي الارض، يفا يفا فواغ الارض، راح يقول الحاجه الاولى اللي ينزلها قبل ما يقول لهم طبطبت في السماء وصليت بعيسى وموسى وبركوس بركوكس وفركوكس. يعني يقولهم انا نقول لك واش يقول لهم يهوذا، يقول لهم الارض كرويه شفتها وكان قوجة قاره كبيره من الناس مازال ما يعرفوهاش جايه على كيفاش على يقولوا كيفاش يقولوا على الشرق نو على غرب على غرب على غرب افريقيا ولا على غرب اوروبا، يقولوا كاين قاره قوجة كبيره مازال ما مازال الناس ما يعرفوهاش. ايوا انا هذيك نقولوا كان خايف وكان حمار كان شاف الحمار ما شافهاش، بصح كي طول شاف الكره الارضيه كانت تبان له كل اخرى لما ما حد يقول لهم بانت له ثاني كواكب اخرين كان يقول لهم باللي فوالا. كيفاش هو كان يحكي لنا يقول لها ارضعيه، تقول له يا رسول الله انه ذو لحيه، يقول لها ارضعيه ليذهب ما في وجهي ابو حسن. كيفاش كان من اللي هي مراه يقول لها ارضعي رجل كبير عنده شلغم عندها موستاش، هذه كان لاهي فيها يهضر عليها وجاب عليها حديث كيفاش تبول، قل لهم ما رايت الرسول قط يبول واقفا، يعني الرسول دابزو ابو هريره وعائشه، واحد يقول لك شافته خطره بال واقف، واحد يقول لك جامي شفته بال واقف، دابزوا عليها. بصح السماء طلع ما قالناش الكره لا ارضيه ولا، والاخرين بلاطك يقول لك وي بيان سور. ما سيدي ليسونسيال انا كنت عند كريم بخير رزمو هاد ليكسبيريونس اللي جاك اللي اكتسبتها انا بيان سور قبل اللي ديبان حياتي كامله وني نخدم مع البشر. يا في دو كاين زوج ادول جمال كريم جاك اللي جاو عندنا وقدموا شهادة تاعهم، مي انا كوم توجور وقلتها لك بليزيور فوا، هذوك اللي قدموا تيمونيج تاعهم نسمعهم انايا، كاين اللي كي تسمع الشهاده نتاعو تعرف بلي هاد السيد كيما يقولوا خلاص كيما قال داليان خلاص راه تقيا، انفو تتقي حاجه ما انت ما تاكلهاش، مي كاين هذا الانسان اللي مازال ما تقياش راه غير دار وخلاص. هذا جمع مرتو وحكاو الخروج تاعهم من الاسلام، اللي تيشي كاغيم تلقى مع واحد جاك قراني قال له بلي كانوا يكذبوا عليك وهذا ما كاش منها، وعائشه ما تزوجتش 6 سنين تزوجت 19 سنه اعتقد اذا دخل عندنا عند كريم ضرب سيتي ما قبل ما نحل. الور واش قال له واش قال الكريم؟ قال له نو، قال له ما تزوجش وكلش، ومرتو تخلى على مرتو، قالت لك مرتو كان برا كي جا قالت لك ما قاليش السلام عليكم كيما مدار يقول، اسمعي قال لها عائشه ما تزوجش على 6 سنين غير حل الباب، قال لها تزوجت على 19 عام وي مرتو كانت تحكي لنا اسمعي قال لها عائشه ما تزوجش وجا عندنا وكلش. ومن بعد انا بقيت نقول له قلت له اسكو سافا شونجي كيكو شوز في الدبي ما عرفت. ومن بعد حكيت له ايا ما واش قلت له انا كي كملنا وكلش عطيته نصيحه باسكو الا جاك جا هنايا راك سمعت الشهاده نتاعو هو كان مع مرتو اللي سوليد عندها الشهاده باينه تقيات ما 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 ما, ما تعاودش ترجع، مي هو جو بونس غير على جا مرتو وانسان زهواني. قلت له انا حاب قال لي لي كونساي وكلش، قلت له باسكو انت ما قريتش على دينك خارج غير باسكو خارج باسكو يحب يضرب بير راه يحب مي ما مطلع عنده هذاك مرغري، هو قال لك بلي انا خرجت من الاسلام. قلت له غير بقى مسلم كيما راك باسكو انت مسلم مربب باسكو الا اكسبت لي زونفون تاعو الا اكسبت كلش. قلت له حسن ما يضلوا يلعبوا بك، خاطر تروح عند ملحد يعطيك دي زارغيمون تلقى باسكو تو تروفي توجور لي مسلمون اللي غادي يعطوك دي زارغيمون، والا انت ما كنتش تروح تبحث وحدك وتعرف وحدك راح يتلعبوا بك. وقال لي انا تغاشيت قلنا باسكو حكيت له تاع محصنات من النساء بلي الله حلل كيفاش عطاه تصريح باش يختصبوا نساء سبايا اوطاس وكلش، هيا قال لي خلاص ما نقدرش نتكلم، قال لي اني باغي نتغاشى راني ندير هذه راني شاد روحي. ما سي
أبي أنا تجر نصيحة فعلي للإخوان، ما تتقلقش ما تتقلقش كي تكون في مرحلة البعث، خذ وقت، خذ وقتك، خذ راحتك. بيان سور غادي يتلاعبوا هما، توجور غادي يلقاو لك الاخرى تاعو. سي بور سا انا قلت لك يجوا عندي الناس دائما النصيحه تاعي نقول لهم خذوا راحتكم، خذوا وقتكم وما تتقلقوش. يعطيكم الصح. هذا اللايف اليوم راه طايح جاك، مانيش عارف علاه سكيا في با، كاين بزاف ناس مفاتحين ولا كيفاش؟ وي يا بو يا بوكو كيما بصح ماهمش، ما كانش بزاف زعما. شحال راهم بارطاجين؟ راكم بارطاجين بزاف ولا؟ اليوم دخلت عند داليا ثاني وكلش سلمت عليهم، داليا فرحت كي شافتني. اليوم دخلت عند او بيتا سوري، دخلت عند داليا فرحت كي شافتني، كانوا دايرين لايف. يافي با بوكو دو مون مي كاين 300 بارطاج. وي هذا راه اللي يما اللايفات كم طيحنا جا رمضان. وي على جا رمضان جوستي جوستي مي فو رمضان ترو بو. ميرسي ميرسي ميزامي. ما كانش بارطاج بزاف 330 بورتو، كاين 900 بيرسون يا با بوكو. باسكو اللايف انا نقولها لكم يطلع بالبارطاج وباللايك وكلش، ما يطلعش اللايف غير وحده هكا. سا سي فرانشمون جاك تسيك بهذيك يارد ستريم كي تحل لايف، اسكو تي فاي سي جاك بو فرايدي بو بالجمعة ولا راك ماركش معايا؟ ما راش معايا جاك، هي يلعب ولا راه مشغول؟ بصح باللي بالتيك توك ما يقدرش، هذه هي ال ما نقدرش نهضر معاك. قلت لك نهار الاثنين كي تبع كي تحل في اليوتيوب جو بونس كو باسكو عندك ستريم يار، لو كان تحل ثاني في الـ في الـ في, الـ في التويتر واليوتيوب او ميم طون، باسكو تي بو فيغ سا جاك سي تري فاسيل. انا سييتها اليوم بهذيك لابونمون، الا عندك هذيك لابونمون هذيك تاع الاخرين تقدر تحل في اليوتيوب ولا ولا كيسموه في الاكس في التويتر او ميم طون. مي في التيك توك جو سي با كومون جو في فيغ، انا جو في مرونسيني. وي هادي جو سي جو سي مي بصح جو سي على بالي بيان وفي التيك توك ما تقدرش ميم طون. نو جو بونس كاين لازم لك ماشي ستريم يارد، مي كاين لك باسكو تيك توك ماهيش داخله في ستريم يارد. سي بيزار. كاين الفيسبوك، كاين هذيك لينك تاين، هذيك كاين الاكس الانستغرام لا تيك توك مكاش في ستريم يارد. نو مكاش هاي عندي، تبغي نوريك نحلك دروك نحلك يا سي دوماج ما نكذبش عليك. انا جامغي بيان لو كان كانت في ستريم يارد في لابونمون هذيك كون كان تيك توك، وكانت هذيك كنا راهي سوبر. انا نرسل ما نكذبش عليك ديريكت في لا ما كاش، يعني نقول لك سي با امريكا ماهيش. الوغ الا كاش واحد عند وي تويتش ثاني تقدر تبعث فيها، الا جاك عندك التويتش وعندك عندك التويتر. الو ننصحك نهار الاثنين كي نحلوا لايف، اني سيري سيرتا باللي غادي تكون يكون الريكورد، حطهم تما في زوج ارسلهم فيهم ونكونوا تماك في اليوتيوب. الو انا جفي ايساي غادي نلقى الا كاش واحد عنده انيدي ولا على ابليكاسيون اللي نقدروا نرسلوا بها من تيك توك او ميم طون جو سوي اوكي. مانيش فاهم تي تويتش وي عندي بصح ما عنديش هذا، وين حليته اليوم؟ باسكو كي شفت بلي تقدر ترسل في التويت الاخر نتاعو ريستريم ميها كومون في جو سي با كومون في بالتيك توك. باسكو على بالي بلي كيما احمد حرقان ومحمد صالح راهم يحلوا في تيك توك او ميم طون في وشنو ريستريم دوت انو رامي يحلوا في تيك توك وامام طير يرسلوا في اليوتيوب. انا جامغي بيان فيغسا نستخدم هذا يفتح تيك توك ويوتيوب. وشنو الستريم اي ام وشنو هذا الستريم ان اولى اي او تيك توك لايف ستوديو اوكي اوكي اما لا خلاص جي اي سي
انا في اليوتيوب نفتح بالبيسي تاع الخدمه، اما لازم لي باسكو نستعمل عندي ايباد كبير وتليفونات. انا الايباد نحل به تيك توك، بصح الا حليت حبيت نحل تيك توك بالبيسي لازم لي نشري بيسي جديد، ما نكتبش عليك باسكو عندي البيسي تاع الخدمه وانا بال دروا في النرويج تاع بال دروا البيسي تاع الخدمه ولا تليفون تاع الخدمه. انا باز في تليفون تاع الخدمه ولا بيسي تاع الخدمه جي بال دروا نستالي تيك توك، عندي الحق نستالي يوتيوب كاع لي زابليكاسيون اخرين، مي تيك توك انا بال دروا على هذاك تاع التصمت باسكو ما يديروش فيهم ثقه. ربي كوف سي كوا هذه، ربي كوفر لايف هذا. Tu peux pas. Oui, tu peux, bien sûr. On va faire ça, Inch'Allah, Rabbi, nahdro la Aisha. Amul mu'minin fi TikTok. Ana qultush alik, ana ghadi ykon ndir, kont khrej li nwelli ndirha dayman. Nhel hna w rahi fi mihou brisement. Wach ndir lak? Wach ghatqoul li ya oudou billah, wach rak hab tqoul li? Assalamu alaykoum. Assalamu alaykoum. يعطيك الصحة أخويا بيهوب على كل هذوما التفاسير كاع اللي راك 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 توعينا بهم. وبغيت نشكر أوسي جاك لوفو إي ميرسي بيان سي جونتي. شنو هذه الفايكينغ دوت ديز هذه؟ خوك من السويد. أه جوست أكوتي. اه بون؟ اي وي جوست اكوتي. تو انت راك في النرويج؟ انا في تروندهايم. انا في مالمو، الا تعرف مالمو. اعوذ بالله. ياسر نعرف مالمو. ايه بلاد سلاطان ابراهيموفيتش. سلاطان ياه. بلاد سلاطان ايوا. واش راك خويا خويا ميهوب صافا؟ والله غير كي داير الحاله عندكم في مالمو؟ راهي غايه راهي بيان. صح خويا مالمو فيها بزاف. مالمو هي اكبر بلاك. جاك ما يعرفش فيها مالمو. مالمو هذه اكثر من فرنسا. جاك في التطرف كون يحكي لك الاخ فيكينغ. احكي لنا شويه على مالمو، على الاسلامي زاري. احنا نقولوا له الاسلامي زارين في مالمو. لا كاتاستروف. او جاك يعني باغي نقول له فيكينغ باش يفهم. كاين ديرو في مالمو واحد ما يقدرش يدخلهم، يعني واحد مثلا مثلي مع صاحبه ما يقدرش يتقاودوا، ولا ما مع واحد صاحبته، ولا واحده باغي اللي يشوفوها مسلمه تمشى مع واحد سويدي ما يقدروش يتمشوا. اسو بوان. لا 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 ما كاش منها هذه. كيفاش انا رحت كاين في اسمها روز، كيفاش يسموها روز الورد. فهمت. كانوا واحد الوقت اللي المثليين يحشموا يخافوا باش يتمشوا مع بعض باسكو يضربوهم يتعدوا عليهم. او والله ما على بالي انا، بصح انا ما شفتش هكذاك. هذيك راهي حتى في اوسلو، راهي حتى في يوتنبورغ، راهي حتى في مناطق بازم كيما في اوسلو. كاين غرينلاند اللي ساكنين فيها غير باكستانيين والصوماليين وكلش. ال جي بي تي يخافوا يتمشوا. والله ما على بالي انا والله ما. تسكن في وين تسكن في ما تسكنش في هذيك المنطقه تاع الجانب؟ لا لا بصح راني توجور لتما. وكاين جزائريين اللي يفكروا كيفك ولا؟ والله ما على بالي. لا ما لا كاين كاين بصح ما يبانوش. كيفاش ما متخبيين؟ متخبيين كل واحد وكيفاه، ما يتخلطوش بيناتهم. على بالهم انت بلي من اهل الجنه ولا اهل السنه ولا الجنه ولا وانت على بالهم بك ولا متخبيين ثاني؟ والله انا ديريكت والله ماشي متخبي. صح ما تخلطوش بيناتنا هكذا، نتلاقى هكذا ومن كاع وخلاص. ما يقولوا والو بلي انت كافر؟ يقولوا ايه. هيا طيب عندك بزاف تعرفني. صافي لونتو. ايه صافي لونتو. كيفاش عرفت؟ نعرفك من اليوتيوب من تيك توك. سيتي بارازار ولا؟ لا احنا صافي بليزير يعني نتلاقاو بالناس هكذا يفكروا كيما انت. انت شوف انت هكذا نورتنا احنا الجزائريين اخويا.
يعطيك الصحة، ميرسي. الله يعاونك خويا، يعطيك الصحة، وسلم لي على لا كوميونيتي تاعك وجاك لو فو. اي ميرسي بيان. ميرسي، يعني سلمت عليه. اي صح. سي مون امي. صح. يا ما شاء الله، والله يهدينا هذا مكان. أعوذ بالله، كاين كفار ثاني في السويد، الجزائريين.